المانجا طبعا في السودان هنا ما شاء الله نحن المفترض انه يسمونا بلاد المانجا، يعني عندنا شتى صنوف المانجا، في ما تسمى بالمانجا البلدية والمانجا الفونس والمانجا التايمور والشندي وقلب التور والمانجا السمكة والمانجا الزبدة والمانجا البذور بأنواعها، يعني البذور دي أنواع كثيرة جدا. بتزرع وين المانجا في السودان؟ المانجا في السودان يعني المناطق اللي هي بتزرع فيها المانجا في سينجا وسنار والكاملين والشمالية وبجبيها عشان ما نظلم يعني هن الكردفانيين، رغم إن هذيك مناطق بعيدة جدا يعني نادر إنه يجيبوا هنا المانجا إلا يعني للحوجة لأنه بعيدة يعني الترحيل بقى صعب، لكن المناطق اللي بزرع فيها مانجا اللي هي سنار وسينجا والدمازين والشمالية كلهم ديل فيهم أنواع مانجا جيدة جدا جدا وجميلة خالص خالص. طيب هل الناتج بكفي السوق المحلي؟ نعم بكفي وأكثر كمان بكفي وأكثر، وحتى إنه نحن هسه الآن يعني عندنا ناس بيصدروا مانجا، بيصدر المانجا وسبحان الله المانجا اللي بتصدر نحن هي مانجا يعني ما بطلها، لكن نحن بنعتبر المانجا السمكية دي اللي بيصدروها يعني دي بيحبوها العرب أكثر حاجة لأنه ما في ألياف خالص، ففي بعض البذور فيها ألياف، فيها ألياف في معظم. شنو اللي بيخلي المانجا السودانية مانجا محبوبة يعني؟ والله لأنها مزروعة زراعة طبيعية، والشيء الثاني إنه طبعا شنو يعني ما داخلها سماد ما مسمدة يعني. الأرض خصبة يعني. نعم الأرض خصبة، نعم الأرض خصبة، والمانجا الحمد لله يعني أنواع كثيرة وبيصدروا من أجود أنواع المانجا يعني اللي بيمشي تصدير. أسعارك المواطن السوداني قاعد يشتري. والله المانجا دي طبعا خشم بيوت، خشم بيوت، في مانجا بلديه مثلا بتاعت ابو جبيها وفي بلديه مثلا سينجا ومدنيه، البلديه بتاعت ابو جبيها مثلا ممكن تكون دستها ب 20 جنيه، البلديه سينجا ممكن تكون دستها ب 60 80، يعني اكثر حاجه لو هي ما موجوده ما متوفره في السوق بتكون ب 100 جنيه دستها. طيب كل العام بيكون في مانجا في السوق ولا؟ نعم نعم لا 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 كل العام المانجا متوفره يعني متوفرة بالوضع المتاح يعني، هي ممكن تكون شنو ما ممكن تكون معدومة لكن بتكون موجودة برضو يعني، لكن كونها تتعدم حتى في الموسم كله ما بتتعدم المانجا. هسه في مانجا مستوردة بتجيكم؟ ابدا ابدا، بس عندنا عندنا يعني ناس حاولوا انه يعملوا اضافة جديدة للمانجا حقتنا، جايبين شجر او شيتول اللي هي من جنوب افريقيا اللي هي مانجا هذه ده النوع بتاعها يعني بياخذ خدين ملونة يعني حمراء خضراء، فدي بيجيبوها من جنوب افريقيا، لكن برضه ما اجود من حقتنا بالمناسبة يعني ما اجود من المانجا اصلا مزروعة او بتزرع في السودان من ذا القدم، فمانجتنا اجود. طيب المانجا حصير في السودان يعني هي في كفاكهة للعصائر ولا للاكل العادي؟ والله في ناس هي طبعا شنو عندنا انواع كمان سبحان الله، يعني انت سألت سؤال جميل جدا جدا وجيد، هسه الناس في ناس بيقول لك انه داير يحصر مانجا بلدية، لكن انا لو داير اعصر بفضل المانجات اللي فيها ريحه نفاذه زي التيمور زي الفونس اللي هم دي فيها ريحه ذكيه جدا، زي الشندي، مانجا الشندي دي فيها يعني فيها روائح قريب من العطور، انت بتشرب بتشرب في حاجه مستساغه وجميله وبتشم لها ريحه عطر، ففي يعني المانجا انواع العصير دي ذاته داير زول خبير جدا جدا عصير المانجا، يعني ما اي زول بيشرب عصير بالمناسبه. هسه الناس المانجا من اكثر الفواكه الاقتصاديه يعني والله الناس الناس بيرغبوها ليه؟ لانه اصلا يعني هي متوفره طوال الزمن، هسه عندنا هسه حاليا الان عندنا مشكله في البرتغال، رغم انه نحن بلد كبيره جدا جدا يعني افترض انه يكون عندنا مشكله في البرتغال، هسه حاليا يعني نحن عندنا البرتغال البلدي، البلدي اللي هو بيجي من الشماليه طاعم جدا جدا، هسه هو في السوق شبه معدوم شبه معدوم، عندنا البرتغال هسه الفرشين ده فيه برتغال اسباني اللي هو الوراي ده ده اسباني، تخيل شوف ده برتقال اسباني لكن ما عندنا مانجا اسباني، مانجا اسباني ما عندنا كويس، والشيء الثاني ده برتقالنا بتاع دارفور يعني ده برتقال طيب جدا جدا، في منه نوعين، في منه النرتتي اللي هو بيجي من مدينه في الجبل اسمها نرتتي ذاته مختصه بالبرتقال هي مشهوره وما فيه بذر حلو، في منطقه اسمها سوني بيجي منها برضه برتقال ابو سره ده متخصص للعصير،
لانه حجمه صغير وجسمه رقاش ما زي ده، يعني ده جوا ما فيه بذر، فبتاع العصير اللي بيجي من الجبل فيه بذر، وفي وبتاع النقل ما فيه بذر، ده بيجي من نرتدي وده بيجي من سوني. المانجا طبعا كفاكهة احنا بنحبها كل يوم، بنتناولها في كل يوم يعني على المجتمع على الشعب السوداني ككل يعني معروف. يعني اي نوع من انواع المانجا انت بتحبس يعني ووفرتها في السوق كيف وسعرها كيف؟ والله في السوق المانجا متوفرة بكميات كثيرة جدا، في منها انواع، في منها الهندية، في منها العادية، في منها قلب الثور، هي المانجا الموجودة في السوق حاليا يعني موجودة بكميات كثيرة اكثر يعني. هل المانجا السودانية قادرة على التنافس؟ يعني الانواع المستورده اكيد اكيد المانجا السودانيه بل احسن من الانواع المانجا المستورده من الخارج، المانجا السودانيه افضل لانه على حسب ما تربتها، على حسب طبيعتها، على حسب نكهتها، على حسب جودتها، انا شايف المانجا السودانيه افضل من المانجا المستورده. اسعارها كويسه جدا مقارنه بالاسعار اللي برا، المانجا السودانيه افضل بكثير. اهلا ما بطل بل تتمنى المانجا السودانيه تتطور بطريقه اكبر ويكون لها مزارع اكبر ولا بطرق بحديثه اكبر عشان تكون لها اكتفاء ذاتي، احنا نقدر منتجنا نودوه للعالم البرة بكون افضل بكثير، افضل بكثير نتمنى ذلك يعني. من 35 ل 37 صنف. يعني 37 صنف هي اجود انواع الاصناف المنتجه اللي تسموها شنو انت؟ والله شندي، تيمور، الفونس، الدبشه، قلب الثور. نعم. دي الانواع اجود انواع المانجا. دي الاجود، بتنتج وين في السودان المانجا اكثر المناطق الجغرافيه؟ والله المناطق شمال السودان ولايه نهر النيل والشماليه سنجة الدمازين أبو جبيعة دي كلها بتصلكم كيف يعني النقل فيه إشكاليات ولا؟ لا ما في إشكاليات بتصل يعني مرتاحة شديد. الإنتاج وفير بكفي السوق ولا أنتم مرات بتستوردوا المانجا؟ والله الإنتاج وفير يعني وفير لما المانجا يصدروا منها برا السودان. بتصدروا لوين؟ سوريا، دبي، السعودية، كل مناطق الخليج دي بترغب في شراء المانجا السوداني. المانجا السوداني، المانجا السوداني عشان محبوبة وطعمه شديد. شنو اللي بيميزها؟ مميزة بالطعم بتاعه. الطعم بتاعه عشان المانجا حلوة شديد، ما بتختلف من المانجا بتاعت الدول البر السودان. ما فيها سماد يعني مثلا؟ ما فيها سماد، على الطبيعة. على الطبيعة. هاي. طيب الأسعار كيف يعني؟ هل أي مواطن قادر يشتري مانجا؟ والله بيشتري يعني اليومين دي المانجا يعني أوضاعها كويسة يعني أسعارها كويسة، متوفرة اليومين دي. بتبيعوا بالدسته انتم ما بالكيلو؟ بالدسته. هاي الدسته بتتراوح من بين كم لكم؟ والله على حسب المانجا، في البلديه، في شندي، في الفونس، يعني الدسته من 50 ل 60، في من 100 ل 120 كده في الاسعار دي. اغلى واحده ممكن تصل 120 واقل واحده ممكن تصل 130، اقل واحده ممكن تصل 50 60. طيب في مواسم محدده للمانجا ولا كل العام؟ والله عندنا مواسم، طبعا الايام المواسم محدده من شهر 5 لشهر 8، ده الموسم المانجا المحليه. بتجي من الكدر وبتجي من الجيل وبتجي من الكاملين. الا شغاله طول السنه. طول السنه انتوا عندكم مانجا يعني موجوده؟ طول السنه عندنا مانجا، الا في شهور كده كم شهر كده المانجا بتكون نسبتها بسيطه. ما حصل يا مواطن اشتكى لكم من ارتفاع الاسعار، سعر المانجا غالي قليل؟ والله الشكايه في المواطن ده يقول لك دي قروشه كثيره ودي يقول لك قروشه بسيطه. لكن يعني قاعدين نتمشى مع اي زبون. ايوه. طيب يعني ليه بتفتكر ان السودان ما فيه هو تصنيع؟ والله ما ما ما, ما عملوا تصنيع بتاع مانجا هنا. مصنع بتاع التصنيع ما عملوا، لو عملوا مصنع بتاع التصنيع بتكون حاجه جميله شديد. مصنع وتغليف للمانجا ذاته. يعني ممكن تكون المانجا دي فاكهه اقتصاديه ممكن السودان يجني منها يعني عمله صعبه، وال المزارع ايضا ممكن يستفيد. أي ممكن 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 المزارع يستفيد منها والتاجر يستفيد منها بالعمله الصعبه. اذا حصل شنو؟ اذا حصل التغليف بتاعها كده تغليف جيد
غلفوها وشمعوها كده، حاجه يكون منظرها يكون سامع شديد، يكون وضعها يكون احسن. المانجا بالنسبة لنا كلنا بنحب المانجا لأنه أساسا سكريات عالية، ونحن بنحب دايما الفاكهة اللي سكرها عالي شوية، فبتعتبر يعني فاكهة مفضلة لكل السودانيين وملمين بيها، وبيستخدموها في عدة استخدامات، يعني في البيض، عصاير تتاكل تاني عادية، تخش في المخللات، فليها عدة استخدامات ومحبوبة يعني. طيب بحكم أن السودان من أكثر البلدان إنتاجا لفاكهة المانجو، ولكن أسعاره وأنواعه ما زالت يعني ما بالجودة الممكن تخليها تنافس عالميا وتحقق اكتفاء محلي يعني. والله دي حاجة متروكة للقائمين على الأمر، مثلا الزارعين للمانجا، تنظيمة في جهات المفروض تشيلها وتنظمها، بمعنى إنه تعدها إعداد جاذب. يعني هسه أنت ليلة لو لاحظت ماري على الشوارع بيقى حتى العرض بيغري شوية، يعني بتتخطى بطريقة جميلة وبتتفرز كأنواع، فبالتالي بترغب الزول الشاري عشان يجي يلقى كل صنف قاعد في حتة بطريقة جميلة جدا وبيشتري. إذا كان القائمين على الأمر ده نظموها وأدوا أهمية في تنظيمها واتفقوا مع جهات تانية، أفتكر بتكون مرغوبة جدا ومطلوبة يعني، لكن بس ينقص العرض الجيد يعني. طيب انا شايفك شايله يعني انواع من المانجا، يعني ايهما احب للسيده السودانيه بالتحديد؟ والله طبعا ابتدت عندنا ثقافه ومعرفه، يعني مثلا زي دي انا يكون مسماها هي السمكه لانها شكلها اقرب الى السمكه، ودي قلب التور باعتبار انها هي ضخمه شويه لانه التور عندنا ضخم جدا، لكن قلت لك حسب المذاق. يعني السمكه لما تستوي في امها ذاتها في المانجا الام بيكون مذاقها اطيب واجمل يعني، وفي نفس الوقت في داخلها النواة بتاعتها صغيرة جدا، فبالتالي بتكون مرغوبة لأنه كميتها أوفر بالنسبة لربة المنزل. كعصير بتكون الكمية أكثر وأفضل إذا جاء ضيفان أو إذا كان هي ذاتها قامت تتناولها. يعني أنت عندكم معينات محبذة للعصائر ومعينات محبذة للأكل العادي؟ أكيد أكيد، يعني اللي بتتميز بحموضة شوية ممكن ندخلها على المخللات بالإضافة للأنواع الخضر الأخرى. السكريات عالية ممكن تأكلها مباشرة، واللي شوية محتاجة إلى كمية من السكر بتخليها في العصائر تقدمها يعني. طيب شنو اللي ينقصنا إحنا في السودان يعني لدرجة إنه إحنا ممكن عندنا أنواع جيدة، عندنا يعني مناخ جيد يعني؟ أنت حاسة بأنه ينقصنا شيء في زراعة المانجو؟ في زراعة المانجو أنا يعني في تقديري إنه نفكر في إنه أنواع المانجا اللي مطلوبة برا، يعني إحنا هنا في الداخل المانجا بطبيعتها موجودة عندنا من زمن بعيد وبنتناولها يعني وبنصنفها برانا، لكن الشخص الآخر أو الطرف الآخر إحنا ما بنكون عارفين بيطلب أي نوع، فبنعمل دراسة والدراسة تكون وافية جدا الحاجات المطلوبة من هناك، لأنه هنا مناخ متوفر للمانجا، فنقوم نجيب حتى لو جبنا شتول من برا ولفقت معانا هنا نعتني بها عناية كبيرة جدا، نديها إعداد جميل ونصدرها عشان تجيب لنا عائد يعني، ونحن متوفر عندنا الموية وعندنا الأيدي العاملة وعندنا التربة الخصبة، يعني كل العناصر موجودة في السودان يعني. لا 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 لا